بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أخوكم عمر توجور، رجعنا لكم بهذا الفيديو اللي يخص تربية الحسون بالسلاكة. كما راكم تشوفوا هذا الحسون، هذه فمال راي إنتاج الحسون في السلاكة تاعي. راكم تشوفوا، كما راكم تشوفوا رانا عاودنا هيئناها مليح، عاودنا خدمناها حاجة مليحة. قبل ما ندخلوا برك لداخل السلاكه، حبيت نحكي عن واحد الموضوع. ليامات هذم راهم دايرين حلف على جل الماكله الحسون، واحد يقول له انا نوكله بالرقاساك، واحد يقول له انا نوكله مانيطوبا، واحد يقول له انا نوكله كدا، واحد يقول له نوكله كدا. درك الحسون راه تاعك ما بين يديك، انت واش تحب توكله وكله، ربي سهل لكل واحد. مي كيما نقولوا درك كون جا عندي انا حسون واحد، بيان سير راح نوكلوا الماكلة المخيرة، راح نوكلوا المانيطوبا. كي نشري الوحدة ب 80,000 ولا ب 75,000 ولا ب 70,000، راح تحكم له شهرين ولا ثلاثة. بصح أنا ما عنديش حسون ولا زوز ولا ثلاثة، عندي حساسين الله يبارك. هاكم تشوفوا نوكل لهم الساك وأنتجت بيهم، راكم تشوفوا يوكلوا الساك. بصح كاين لي مجوار هادو، نمد لهم نخلط لهم ساعة ساعة نخلط لهم، والماكلة الماكله كل مربي كيما الماكله. ما نقولكش انا وكلو بالرقاساك، وما نقولكش وكلو خليط، وما نقولكش شوف انت حسب المصروف تاعك وحسب انت واش حاب تصرف، ولا كان انت حاب تنتج ولا حاب تربي ولا حاب مقنين كيغني ولا حاب حاجه. مي انا حكينا، انا نحكي على الانتاج، توجد الانتاج. عاودنا عاودنا السلاكه من الاول جديد، راكم تشوفوا الدخله كيف خدمناها، درنا على الابواب على اساس اني هنا راح نزيد نحط فمال تاع كناري تحسبا لاي طارئ كيما صرا لي العام اللي فات. فما لا طيشوا لي ليجان، ها جبنا كاجيت، ها جبنا كاجيت واحد اخرين راهم هنا مخبيين. المهم جبناهم تحسبا لاي طارئ فما لا تاع كناري. دوك ندخلوا لداخل درك، بسم الله. عامل حساسين، بسم الله ما شاء الله. هاو كيما راكم تشوفوا رانا عاودناها التهيئة تاعها، عاودنا نظفناها شوي، نقيناها، درنا الشجرة صافية شوي باهية، درنا كذلك أعشاش، أعشاش في المستوى ها مهم الله. هذا هو العش اللي أنتجنا فيه العام اللي فات، الآخرين ما كتبش ربي، بصح العام هذا إن شاء الله نداركوا الأخطاء ونعاودوا الأخطاء تاع العام اللي فات، نعاودوا نحيوهم. وإن شاء الله نعاودوا نحسنوا في النوعية ونشوفوا كيفاش نديروا إنتاج أكثر من العام اللي فات. كما راكم تشوفوا ها من الأعشاش، درنا لهم بلايص وين يحطوا فيهم، هاي الكسبة هاذيكا مليحة. درنا تاني وين يدوشوا، كمية برك تاع تراب باش ما نفزدوش الدار نهار أخر نحبوا نسكنوا ولا حاجة. كذلك هنا نوصيكم برك خاوتي على هذا الخليط، هذا هو اللي يعوض الكالسيوم مع قليل من الفحم، مع شوية تاع فحم. ها وين نحطوه، نحطوه هنا على مدار العام، على مدار العام. بالنسبة للأكل والمأكل، أحسن شيء بالنسبة للمأكل أنك أنت اللي تتحكم في المأكل. ها هو المأكل كيما أنت اللي تتحكم فيه، أنت اللي تتحكم في الماء باش تقدر تزيد لهم كيما نقولوا فيتامين ولا حاجة تحب تمد لهم، ولا خل التفاح ولا من هنا تصفي تحط لهم هنا. المأكل تحكم فيه انت، انت تحكم في المقنين تاعك واش ياكل، ما تخليش هو اللي يتحكم فيك. ها دير له بلاصه كيما هذه وتخليه ياكل. بالنسبه كي تجي راح دير له ماء في فيتامين ولا راح دير له فيتامينات كيما فيتا فورم درك في وقت تبدا الريش، ماذا بك تنشف المسبح تاع الماء، لانه راح يشربوا لك من المسبح تاع الماء. ماذا بك تنشفه مليح ومن بعد باش تحط لهم لي فيتامين هنا. بالنسبه لشيء اخر برك ننوه به الاخوه، درجه الحراره راهو جاي الشتاء، كيما حنا هنا نسكنوا في عنبه درجه الحراره مش راح تكون قليله ياسر. بالنسبه للاخوه اللي يسكنوا في الصيف ولا يسكنوا في بلايص بارده كيما الولايات الداخليه تاعنا، ماذا بهم يديروا الباش كيما راني مداير انا لبرا، راني مكوفريه بالباش في الشتاء. وعلاه؟ باش الحساسين تاعك يكملوا ليه يلقاو درجه الحراره طلعت في مارس ان شاء الله، ولا في الدخله تاع افريل يكونوا بداو ينتجوا، بداو يبيضوا كيما العام اللي فات. بدينا في الاواخر تاع مارس، حنا
وعليه درجة الحرارة كانت مرتفعة. العام اللي قبله ما غطيناش وما كبريناش السلاكة تاعنا، بدينا الإنتاج حتى لشهر جوان، بدينا روطار حتى نطلع درجة الحرارة هنا في ولاية عنابة والولايات المجاورة باش بدينا ننتجو. مي العام اللي فات تداركنا الأخطاء وعاودنا غلفنا السلاكة، أنتجنا شوية بكري في الأواخر تاع شهر مارس. واش راح نقول الإخوة، بربي إن شاء الله نزيدوكم فيديوهات راكم تشوفوا كيف جهزنا السلاكة. ماذا بيه العبد كي حاب يدير سلاكة كيما هاك اللي ما عندوش لوسع، يستثمر مكان برك عنده في الدار زايدة كيما نقولو شامبرا كيما هادي زايدة، يستثمرها تكون في اللاتيراس ولا حاجة. كذلك الشمس لازم تكون الشمس تدخل من هنا. وإخواتي نواهكم برك على الطيارات الهوائية، إيفيتيو ماكسيموم يكون طيار هوائي داخل وخارج على السلاكة تاعك. لأنه درجة الحرارة راح تكون داخل السلاكة، راح تكون مرتفعة قليلا، بينما الهواء راح يضرب هواء بارد راح يقيس لك الفرخ تاعك، يقيس لك الحساسين تاعك ويمرضوا لك. ملا إيفيتي درجة الحرارة، إيفيتي الطيارات الهوائية ودرجة الحرارة المنخفضة في الطيارات الهوائية. وشكرا إخوتي، وبربي إن شاء الله نزيدكم فيديوهات أخرين على مرحلة غيار ريش ليامات هادو إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء.